من قلب العاصمة السعودية الرياض، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم الثاني عشر على خليجية. مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. ردود أفعال واسعة بعد استضافة رئيس نادي الطائي في برنامج كورة. النصر يمدد عقد لاعبه سلطان الغنام حتى 2024. استحقاقات الأندية ومعسكرات المنتخب تربك عمل لجنة المسابقات. جروهي اسم يبعث على الإطمئنان وتألق اللافت في صفوف العميد. هذه على أول الحلقة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفنا الكرام معنا في الاستوديو ماجد واجد. أبو تركي هلا وسهلا فيك. يا هلا والله وسهلا بوجود الله يحييك ويبارك فيك. عبد الله السويد هلا وسهلا فيك. هلا ومرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين وفي أبو تركي وفي العزيز محمد. هلا والله محمد الماس هلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أخوي أبو جود، وفرصة طيبة ألتقي بالأخوان الأعزاء والأساتذة، وحلقة جميلة كالعادة إن شاء الله. أهلا أهلا وسهلا. عندنا كثير مواضيع نبغى نتكلم عنها اليوم، كمان يعني جزء منها ردود الفعل الجميلة على حديث رئيس نادي الطائي بالأمس. نبغى نتكلم عن قرارات الانضباط اللي صدرت أمس، ما كان عندنا وقت نحكي فيها لأنه كان عندنا الحلقة مزدحمة، ونبغى نتكلم عن مباراة الشباب والهلال القادمة لأنها فعلا يعني هي مهمة جدا للطرفين، مهمة جدا للهلال في تعزيز التقدم والاستقرار النتائجي خلينا نقول في شكلها الطبيعي، ومهمة جدا للشباب لأنها حالة من حالات الاستفاقة، يعني من يستفيق ويحاول يلملم الأمور ولا حيرجع للدوامة اللي هي مش بعيدة كثيرا، خلينا بعيدة شوي بس مش كثيرا عن حال الأهلي في الطرف الآخر، وإن كان في فوز كذا شبابي أنعش الأجواء، لكن ايضا الامور الشبابيه بالنسبه لهم هذه المباراه منعطف مهم. اصابات اللي موجوده في الهلال اكيد راح تلقي بظلالها. ننتظر احنا كمتابعين مباراه قويه مثل ما شفنا مباراه النصر والاتحاد، اللي الحقيقه انا متاكد انها اشبعت الحواس الخمس لكل محبي كره القدم. اي واحد يحب كره القدم هذاك اليوم شاف مباراه فيها كل شيء يبغى يشوفه في مباراه كره القدم. المباراه هذه بين الشباب والهلال تاتي بعد ايضا على خلفية الخماسية اللي في الموسم الماضي، اللي كان هذا آخر لقاء بين الفريقين. حنشوف التقرير التالي ومن خلاله راح نفتح موضوع الشباب والهلال. لا شك أن قمة مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستجمع الشباب بالهلال على أرض استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ستكون ذات تأثير كبير على خارطة جدول الترتيب وكذلك تحديد وضع التنافس على مراكز المقدمة. وإن كان ذلك الأمر يبدو مبكراً إلا أن نتيجة اللقاء ستذهب لأبعد من ذلك، فالهلال سيحاول كسب المواجهة للوصول للنقطة الثانية عشرة والتي ستمنحه الصدارة مؤقتاً، وقد تتأكد في حال تعثر الاتحاد أمام التعاون أو فوزه في لقائه المؤجل أمام الفيحة، وكذلك مواصلة هيمنته على خصمه وإبعاده عن طريقه صوب المحافظة على اللقب. أما الشباب فيرغب بالانتصار ليبدأ انطلاقة جديدة صوب الاقتراب من مراكز المقدمة، وبعد ذلك العودة للمنافسة، خصوصا بعد فقدانه لعشر نقاط خلال المباريات الخمس الأولى. وهناك بالتأكيد اعتبارات أخرى ستكون حاضرة في هذه المواجهة، لعل أبرزها محاولة الليوث الفوز على الهلال بعد غياب قارب السبع سنوات، وكذلك رد الاعتبار للخسارة القاسية من الأزرق التي تعرض لها الفريق في الموسم الماضي. المباراة ليست سهلة إطلاقا، وهذا أمر مفروغ منه، ونهايتها بأي نتيجة ستكون ذات تأثير على أحد الطرفين،
فمن سيكون المستفيد الأكبر من قمة المرحلة السادسة؟ طيب ماجد، مباراة مهمة ولا مباراة اعتيادية؟ ما أتكلم عن اسم الفريقين وتاريخ الفريقين، أتكلم عن موقف الفريقين وشكلهم. هل هذه المباراة بتأثر على أحد منهم إيجابا أو سلبا بشكل كبير أو لا؟ شوف، أول شيء في أرقام غريبة على مستوى الكلاسيكو. يعني اليوم لما تو تستشهد أنت في مباراة الاتحاد والنصر، من 7 مباريات لم يستطيع النصر أن ينتصر على الاتحاد، إذا الرقم عالي في الكلاسيكو. نفس الشيء ينطبق أنه الشباب من 7 مباريات لم يستطيع أن ينتصر في المرمى الهلالي، هذا رقم مخيف للجمهور ويضع دائما الثقة في الطرف المقابل. أوكي، يعني أنا مثلا تحدثت مع نصراويين واتحاديين كثير، النصراويين كانوا متخوفين، أتكلم إعلاميين، أيه. والاتحاديين كان عندهم نوع من الثقة، أكيد مصدرها بوجود الرقم التهديفي اللي سجلوه في أبها، شكل الفريق في مباراة أبها، تنوع العناصر القادرة على صنع الفارق والتسجيل، سواء في الصنع أو التسجيل. شوف، أتكلم عن الهلال بالبداية وبعدين بتكلم عن الشباب. بالنسبة للهلال اليوم، لما تيجي تتكلم عن محمد البريك ظهير يمين، تتكلم عن سلمان الفرج محور، تتكلم عن لاعب وسط بحجم كاريلو، تتكلم عن سالم الدوسري، ما يمكن يجي أي مشجع سواء هلالي ولا غير هلالي ولا إعلامي ولا أي منتمي للوسط الرياضي أن يقول هذه الغيابات الأربعة لا يمكن أن تسمى كسر عظم على مستوى الفني. لكن حتى نكون واقعيين، الهلال لعب مباراته أمام الاتفاق وهو منقوص أيضا كارلو، منقوص محمد البريك، ومنقوص سلمان فرج، ومع ذلك من شاهد الشوط الأول تحديدا لا يشعر بغيابات ولا يشعر بنقص، وكان الهلال يمكن في أجمل حلة فنية وأدائية ونتائجية من بدأ هذا الموسم. وشوف، اللي يفتش في الملف التدريبي لمدرب الهلال عنده ناحيتين يا أبو جود. الناحية الأولى يحب أن يخترع، بمعنى لا تستغرب أنك تشوفه ينقل ياسر الشهراني يمين ويلعب شو اسمه ذا، الله يعطيني اسمه، مد الله والبريك، لا مو بالبريك يا شيخ، الدوسري يلعب يسار، ناصر الدوسري يلعب يسار، لا تستبعد. بس مصاب ناصر ولا لا؟ مصاب اجمالا. انا اقول لك ممكن هو من النوع لو انا فتشت في الملف التدريبي له في مشواره يحب يخترع، زي بلاتشي في مراحل من المراحل اذا خسر ذيك الايام سواء في النصر ولا الهلال، شلع لك الاظهره وقال لك يا لي علي. اوكي، فهو يحب يخترع، وبنفس الوقت يحب التغييرات الى ان يصل الى الهدف. انا في تصوري فيه 100% حيلعب اساسي، كان حبيس الدكة المباريات اللي راحت أكيد حيضطر له في هذه المباراة. الأكيد أن الهلال رغم النقص الكبير جدا والمؤثر واللي كل واحد تقول ما له بديل، كبديل بديل يؤدي دوره، تعطيني سلمان فرج آخر، لا ياسر عفوا البريك آخر، لا أوكي مد الله معقول لكن مش بريك آخر، نكون صادقين. نفس الشيء سالم الدوسري يا رجل يقدم أداء عظيم على أعلى مستوى. سالم الدوسري اليوم، وهو أكرر هذا الكلام لأني معجب في النضج لدى اللاعب، وهو يلعب مع لاعبين بملايين اليورو والدولارات، تحس أنه أحيانا يخلق الفارق لفريق الهلال بحضور اللاعبين الأجانب. إذا هذه الخامة المتميزة. طيب هذا الجانب الهلال، الجانب الهلال، يلا الشباب، الجانب ندخل الشباب. بالشباب، شوف أنا ما راح أدافع عن الشباب، لكن أتحدى إذا هذا المدرب أوكي لعب تمرين ولا مباراة مكتمل الصفوف، داهمته الإصابات، داهمته بعض إصابات كورونا، فلم يستطع يوم من الأيام أنه يلعب مباراة كامل الصفوف ولا حتى تمرين. أضف إلى ذلك أنه عنده لعب 4 جولات صح؟ أي. في ال4 جولات الماضية 3 لاعبين فقط هم اللي ثابتين، الباقي كل 9 الآخرين كلهم تغيروا، بمعنى أنه يعني عنده زعزعة من الناحية الفنية وعدم القدرة على الاستقرار. اللي أكيد راح يلقي بظلاله وناحية مهمة جدا وأنت استشهدت فيها في بداية الحديث، خماسية الموسم اللي راح. ترى خماسية الموسم اللي راح
هي اللي ريحت الهلال وأعطت الهلال انطباع بأنه خلاص اقتربنا من الدوري، ولا كان الهلال نكون واقعيين يرجف ويرقل في ذاك الوقت، لأنه الشباب كان في حالة صعود والهلال في حالة نزول. في تصوري أنها هي حتكون يا مباراة مصالحة وضع وجمهور وإعلام والقدرة على أني من الممكن أتنفس وارجع بالنسبة للشباب، أو بتكون يعني انطلاقة قوية جدا للهلال وتأكيد على أنه في حالة خسارة الشباب شاموسكا برا تتوقع؟ والله لا، مع البلطان لا، بس شوف الهلال لو فاز حيرجع يأكد لنا قاعدة واحدة ثابتة، قاعدة واحدة لا توجد إلا في الهلال: أنا لا أتأثر بأي غياب. صحيح هناك مقولة شهيرة لأبو خالد رحمة الله عليه، الرمز النصراوي الكبير، النصر بمن حضر، وحققت الفوز في انتصارات كثيرة، وكلنا نتذكر اللاعبين الأجانب في الديربي يا أبو وجود لما أضربوا وجاء حسين عبد الغني والسهلاوي ومحمد نور وطقوا صدورهم لأبو تركي كحيلان وقالوا حنلعب وحنجيب لكم مباراة وفازوا فيها. صحيح، لكن الهلال هو تقريبا، أنا بالنسبة لي أنه هو النادي الوحيد اللي مهما كان حجم النقص لا يتأثر. أبو نايف، الشباب والهلال، هذا بالنسبة لي المباراة، أنا ما بتكلم عن طيب. فني، أنا بتكلم على الظروف اللي على الظروف وعلى تأثير النتيجة سلبا أو إيجابا. بس أنا على أساس كذا أقول لك، هي اللي موجودة بينهم الآن، أنا بالنسبة لي أعتبرها متشابهة، ومن المدرب اللي بيجهز فريقه، من الإدارة اللي بتجهز فريقه. خليني أبدأ في نادي الشباب. نادي الشباب بالتأكيد أنت جايب مدرب أنت عارفه، وبالتأكيد من الإدارة الشبابية جالسة تتابع المدرب هذا من سنين وحافظته وعارفة منهجيته وعارفة طريقته وعارفة كل شيء، لأنه موجود في الدوري السعودي. لذلك بعض المرات تقول مو مبرر أنك تسمع أن أحد يحاول يغيره، وبالتأكيد أنه هو أساساً الاتفاق ما جاء في يوم ليلة، الاتفاق من بدري معه، وهو أكيد مساعد في اللاعبين الأجانب عشان التكتيك تبعه اللي قاعد يصير. ولكن تجي مرة تجي في البداية ثم تقول طيب معليش، بني قال الموسم الماضي وين كان مستعد فيه وجود في الدوري الاسباني في فريقه في يعني انا دائما اقول على فكره مو بني قال كل اللاعبين الاجانب يجون اول موسم لانه مستعدين في فرق ثانيه، نجي هنا احنا اذا ما انتبهنا لهم احنا نخربهم بعاداتنا بتقاليدنا بطريقه تدريبنا بالساعه الساعتين هذه، تلاقي اللاعب خلاص طالع برا اللعب تلاقيه وزنه يزيد وفجاه يروح عنك يطلع لياقته عاليه. لذلك اول ما يجي يصير مستعد برا يعطيك خلاصة مستواه، بعدين تيجي هنا تقول والله بانيقة، هل هو بانيقة؟ إلى الآن غير مطمئن. طبعا استعدادك كان في الأجواء عندنا في الدوري السعودي، تيجي لإيقالو من اللاعبين الجيدين، تيجي للشباب تقول والله عنده أخوانك كان من اللاعبين البارزين مو موجود فيه، تيجي برضو للأربع مباريات هذه اللي نتكلم عنها نقول الكروت الحمراء اللي قاعدة تعطيك برضو انطباع وش اللي قاعد يصير في نادي الشباب. نادي الشباب داخل بطموحات عالية جدا، الحديث عن خالد البلطان، الحديث عن ساموشكا، الحديث عن برضه الدخول طلال الشيخ. فلذلك بالتأكيد لما تجي المثلث هذا المشجع الشباب يقول خلاص بناكل الأخضر واليابس، البطولات عندنا، الحديث كان يصير موجود عندهم، لا سيما أن الأستاذ طلال برضه في فترة من الفترات الموسم الماضي كان يعطي روشتة علاج. فلذلك أكيد الطموح عالي، لذلك ردة الفعل بالتأكيد تصير غاضبة. تقصد روشتة من خلال ظهوره، من خلال ظهوره وإعطائه النصائح. لذلك رجل برضه تقول أنت خبير وموجود في الدوري ومتابع الدوري السعودي. فلذلك اللي صار لنادي الشباب والظروف اللي داخل الملعب الآن تحتاج إلى الواقعية. أنت من نادي الشباب السابق زي ما قلت، مدرب جديد، لاعبين جدد، طريقة جديدة، الهدف الهدوء فقط بس، واللعب حبة حبة لين يطلع الفريق الثاني، ثم بعدين لا تدخل الشباب في الضغوطات، الصراعات الإعلامية، في الضغوطات، في التحديات، في الأشياء. هذا الشباب له، أنا دائما أقول الشباب له خط الوحدة يعني خاص فيه جدا، فجأة تلاقيه في المقدمة بدون ما تشعر فيه. هذه ميزة الشباب، ميزة الفتح، ميزة الفرق هذه. تجي لنادي الهلال بالتأكيد، شوف نادي الهلال بالمدرب هذا بطريقته هذه، أنا أعتقد أنه متأثر بغياب ناصر الدوسري أكثر شيء. لذلك الساتر اللي قاعد يعمله ناصر الدوسري مع كويلار خلى كأنه احتياط، خلى يجرب جحفلي ولا قدر في المركز هذا، واضح أن المدرب عارف أن المشكلة عنده في المحور، عنده أسلحة هجومية كثيرة. لذلك حتى ماريغا صار يخليه يغطي معاه
ناصر الدوسري هو الحين بكره انت قاعد تفكر تقول طيب بيلعب كنو ولا سلمان الفرج اذا صار جاهز بغياب ناصر، لان ناصر الدوسري كان حل، كان يلعبه في المحور، كان يلعبه على الطرف اليسار. عدم جاهزية برك برضه مسببت له مشكلة، ذلك مد الله حتى يغيره في آخر المباراة. هل البريك جاهز للمباراة هذه؟ فلذلك أنا متأكد برضه مدرب الهلال جالس يفكر في المنطقة هذه، المنطقة اللي موجود فيها بنيقة، في المنطقة هذه اللي بين 18 تبع نادي الهلال وخط النص، من اللي بيأخذها؟ في مشكلة عند نادي الشباب اللي هو انداي موجود، ندخل بين السناترة صارت مشكلة عندهم في واحد اسمه بريرا، وفي مشكلة برضو إذا سمحت طيب للبنيقة يتقدم. فلذلك المباراة هذه إذا أنا أتوقع أنه إذا طلعت بالتعادل أتوقع الفريقين كلها بيصيرون راضين عن النتيجة. طيب خلينا نشوف تقرير هذا من سلمى محمد الماس. محمد باك تستقبل هذه المادة، استقبلها على الصدر أو استقبلها مثل ما استقبلها قروهي ضربة الجزاء اللي صدها كذا، معناته قروهي وبابتسامة. ليش أنا في البرنامج هذا من سنتين وأنا أحكي، أو من سنة ونص تقريبا وأنا أحكي عن قروهي أنه هو السبب في كثير من المباريات بالفوز، مو بس بالفوز ماجد، يعني هو قاعد يعطي الأمل للاعبين. الاتحاد يكون متأخر بهدف وممكن يأخذ الثاني وهو يوقف ويعطي اللاعبين أمل أنه تقدرون ترجعون المباراة. الاتحاد يكون متعادل وممكن يجي فيه هدف يضيع الفريق، يمسك الملعب ويرجعهم للمباراة. وفي كثير مناسبات غير عن خطر الهبوط اللي فيه ثلاث أربع مباريات أنا أذكرها بالضبط. صحيح. ودائما كنت اقول الاتحاد كان رايح للدرجه الاولى وقروهي الحاله مو احد ثاني. صحيح. سحب الاتحاد ورجعه. صحيح. حارس يعني في قدامه 10 لاعبين، الحارس هو اللي ثبت الاتحاد ووقفه. صحيح. مباراه النصر والاتحاد الاخيره، لك ان تتخيل كورتين، يعني كره حمد الله اللي في بدايه المباراه دخلت جول دقيقه 3، او ضربه الجزاء تسجلت، تراها منعطفات خطيره في المباراه، ومع ذلك قروهي أبقى كل شيء في الملعب وأثر كثير على اللاعبين. التقرير التالي يتحدث عن هذا اللاعب ومدى تأثيره على الفريق وعلى حتى شخصية الدفاع. يعني حجازي أكيد أثر، أكيد حجازي أعطى قيمة للدفاع الاتحادي، بس ترى لما يغيب قروهي كل الدفاع يتلخبط وأداء الدفاع الاتحادي غير بوجود قروهي. نشوف التقرير اللي في بعض المباريات اللي فعلا فيها قروهي رجع الاتحاد مرة ثانية للملعب. نتابع. كل إنقاذ منه يعادل تسجيل هدف لفريقه. أسد في العرين عادت معه هيبة النمور، مصدر الأمان، بل هو الإطمئنان لمدرج الاتحاد. فمنذ أول حضور له حمل قروهي على عاتقه الدفاع عن الشباك الصفراء بكل بسالة، ونجح في أن يكون سداً منيعاً أمام خصومه وحارساً بارزاً لحصونه. موسمه الأول ارتدى القفاز في 17 لقاء للاتحاد، حافظ فيها على نظافة شباكه في 3 مواجهات، مساهماً في ابتعاد الاتحاد عن الهبوط وبقائه. وفي ذاك الموسم كان لقروهي لحظات عديدة لا تنسى، خصوصاً وأن الفريق كان يواجه منعطفاً صعباً في نهاية الدوري. في الجولة 25 لاقى الاتحاد ضيفه الاتفاق، وكان لابد له عن النقاط الثلاث. قروهي يتألق ويتعملق ويتصدى لكل خطر. لقاء حاسم كان ينتظر النمور قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، لقاء مهم أمام المنافس للهروب لمراكز المقدمة الفيحاء. النقاط تمثل أهمية كبرى،
ومن سوى ذو القفاز الحديدي يظهر في مثل هذه المواعيد. مارسيلو بروهي، نعم نعم، لقطة المباراة شوفها قوية من نونيز، ردت فعل روعة من الحارس مرم، حارس كألف. مواجهة مصيرية أخرى، لقاء العدالة في آخر الجولات، حينها كان موقف العميد أكثر صعوبة، لكنها كانت ليلة لا تنسى لمارسيلو الذي خطف نجومية اللقاء وحمل الفريق على أكتافه ليساهم في حسم أمر بقاء الاتحاد. استمر الظهور المميز في الموسم التالي 29 مباراة، خرج غروهي في 6 منها بشباك نظيفة كثالث أفضل الحراس، موسم لن يغيب عن ذاكرة الاتحاديين، خصوصا المستوى الذي ظهر به غروهي في عدة لقاءات في مقدمتها مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في الجولة العاشرة، والتي وقف فيها غروهي بكل بسالة أمام غوميز ورفقائه ونجح في حماية عرينه بكل جدارة. زاد توهج ابن السامبا تحت سقف المرمى، وأصبح تأثيره واضحاً، ليكن غروهي نقطة التحول في نصف نهائي البطولة العربية ذهاباً وإياباً، ليصعد بفريقه للنهائي على حساب الشباب. مع مرور الأيام، بات غروهي أيقونة فرح للاتحاديين، وهذا ما أكده هذا الموسم، مباراة لا تمحى من الذاكرة أمام النصر في مرسول بارك. فعل ابن السامبا كل شيء وكان الحامي الأمين ليختم تلك الليلة بابتسامة المنتصر وليرتقي للصدارة. يقولون الحكمة تنهي النقاش، وحامي العرين ينهي كل هجمة برداً وسلاماً بقفاز إلا لم يكن للعاتي غروهي، فلمن سيكون؟ قول يا أبو عبد الله، قول. أولاً ما شاء الله تبارك الله، حارس عالمي، وما يقدمه من مستويات وما يقدمه من توهج لا يمكن أنه يقدم إضافة لفريقه بهذا الشكل، وإضافة للدوري السعودي إلا إذا كان حارس على مستوى كبير جداً وحارس عالمي بمستويات لم يسبق أن نشاهدها بصراحة. أنا ما قد شفت في التاريخ المنظور لنادي الاتحاد أو في أنديتنا حارس بهذا المستوى الكبير وهذه الثقة وهذه الشخصية. شخصيته أضافت لنادي الاتحاد الكثير، أضافت حتى للدوري السعودي كعنوان أنه هذا الحارس موجود ويقدم هذه المستويات الكبيرة. لا أنسى أبدا وأقدم كل الشكر والتقدير طبعا، ولا أنسى رئيس نادي الاتحاد السابق لؤي ناظر وهو يخوض هذه المغامرة اللي انتقدناها في وقتها واستغربناها، لكن فعلا القائد الكبير هو اللي يأخذ المغامرات وهي اللي شفنا نتائجها موجودة بعد هذا الوقت كله. لما نوقع في لما الاتحاد في الشتوية كان يحاول انه يسجل لاعبين عشان ينقذ الفريق من الهبوط، اخذ اللاعب وهو مصاب وقال يا جماعة انا اخذت هذا المخاطرة وقد يلعب وقد إني أخليه عبارة عن لاعب استثمار يتعالج عندنا، لكن لو اللاعب هذا رجع لمستوياته واستطاع الاتحاد أن يسجله سيكون من أفضل الحراس اللي حرسوا في الدوري السعودي. كانت الكلمات بالنسبة لنا غريبة جدا، يعني تأخذ لاعب مصاب عشان وانت مهدد بالهبوط وتفكر انت في المستقبل، وفعلا هذا اللي كان اللاعب جلس فترة طويلة ويعالج من يده وإصابة أخذت فترة طويلة وهو يلعب في نادي الاتحاد ونشوفه يتمرن في نادي الاتحاد وما عنده أي مشكلة، حتى اللاعب لما رجع وتعافى التزم بالبرنامج حقه وكان لاعب احتياطي وما عنده أي مشكلة أنه يكون اللاعب الاحتياطي وقت ما النادي يحتاج ويقدم، حتى فعلا لما مسك الباب ما تركه ولا تركه حتى للأندية الثانية. تشعر أنه لاعب أضاف للمجموعة، أضاف لشخصية النادي، أضاف لشخصية الدفاع. بالله وشعورك في الكرة اللي في الدقيقة 3 في مباراة النصر واللاعب توا جاي من إصابة، يعني في كثير اتحاديين كانوا يقولون غروهي لسه جاي من إصابة وأول مباراة ومع النصر، وبعدين الكرة اللي في الدقيقة 3 وأنقذها، بالله إيش ردت فعلك؟ علمني بس.
والله لا أتخيل أنه هذه في حارس ممكن يصدها بهذا الشكل. هذه الكرة على مستوى عالمي جدا ما تشوفه حتى في الدوري الإسباني والإيطالي. كثير ناس يعني الخطوة والخطوتين اللي أخذها على آخر لحظة والإنقاذ والتفكير السريع في أنك تأخذ الكرة إلى فوق المرمى. أنت شفت الابتسامة بعد إنقاذ الكرة؟ يعني بعد يا وجود لا 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 يعني خلينا من ضربة الجزاء هدف. مش ابتسامة ضربة الجزاء في ابتسامة على الكرة هي هذه نفس الابتسامة أعطاه ابتسامة كأنه قاعد يقول يعني يلا نلعب أنا وياك مباراة الوحدة يا حمد الله عارف اللي قاعد يقول له تعال نلعب أنا وياك انسى الجمهور انسى الملعب انسى الكلاسيكو أنا وياك نلعب مباراة ترى ابتسامة رسالة من الحارس ابتسامة التحدي صراحة تبعث على الثقة شوف 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 بالضبط. شوف 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 ما شاء الله تبارك الله قول 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 أنا أحب اللعيبة اللي كذا يا أخي قول يا أبو جود الابتسامة هذه هي نفسها ابتسامة اللي بعد البلنتي أنت تخيل الحارس لما يصد كورة زي هذه أو يكون في خلل يعني يطلع زعلان من زملاء أو عنده غضب من نفسه أنه أخذ خطوة خطأ في البداية وتوقعها غلط الابتسامة هذه أعادة الثقة أصبحت هي كأنه عبارة عن انتصار في تحدي دخلت الاتحاد في جو مختلف تماما يعني حتى لقطة البلنتي لاحظ في قبلها وركز على هذه النقطة ترى أبو نايف اللحظة اللي يشعر حمد الله وهو ينفذ أنه أنا متحمس وأنا قاعد أنقز يمين يسار على أساس أنه أنا في حالة انفعال أبغى لا لا خدع حمد الله هو ما فيها روح تعال هذه خدع حمد الله بالراحة في الحركة دي بصراحة يعني رأس الحربة يخدع حارس هذا حارس خدع رأس حربة ورغم أنه اللي ينفذ الركلة هو عنده أكثر من 90% الفرصة والقوة في يده لكن أنك أنت تأخذ هذه الخطوة من عندك وتخدع الحارس والثبات الانفعالي اللي موجود في لحظة استلامه للكرة أنا ما قد شفتها في حارس يعني لحظة شوتة الكرة عادة أنت عندك قرار ما أخذه قبل الثبات الانفعالي اللي واقف فيه قروهي هو يستنى الكرة وتجيله والابتسامة اللي يحطها ترى هذه تصنف بهدف تصنف بأنها واحدة من اللقطات اللي الاتحادين اليوم طبعا حاطين هذه أحد اللقطات اللي هي فارقة في مسيرتك في الدوري مش فقط في مسيرتك في مباراة واحدة هذه تعطي انطباع لك كبير جدا على حتى ثقتك في نفسك درجة الثقة الفوز مش مجرد فوز الفوز مجرد عبارة عن لحظات الانتصار اللي داخل المباراة اللي احنا شفناها ما أنسى طبعا حاجتين ذكرها الأخ حامد البلوي بعد المباراة مباشرة في أحد التعليقات قال أولا احنا طلبنا من قروه يلعب مباراة أبها وهو رفض رغم أنه كان عنده فرصة لكن قال أنا أبغى أكون في كامل جاهزيتي امام النصر لاني انا اشك لو لعبت قد اني اتاخر هذا جايهم متحلف ذا يعني جاي على قولت عادل امام دقايلي انا فاهم علي هذا جايهم يعني هو قال كذا حامد البلوي قال كذا والله انا ما سمعت نعم قال يعني هو متحلف هو قبل المباراه ناوي يعني مباراه نعم هو قال أنا أخشى أنه فعلا أغيب لأنه هذه المباراة بالنسبة لنا هي تحدي كبير جدا كمسيرة الفريق في نقطة ثانية قالها طبعا الأستاذ حمد البلوي قال أنه إحنا لما خاطبنا قروهي على أساس نجدد معاه العقد الفرحة اللي تشوفها في وجهه فرحة لاعب ناشئ بيوقع أول عقد في حياته إحنا استغربنا إحنا لاعب نبغى نحافظ عليك ونتمناك تستمر معانا في مسيرتك اللي تعتبر تتويج لتألقك وتألق نادي الاتحاد يقول الفرحة اللي وجدناها فيه فرحة ما تلاقيها في لاعب ناشئ مبسوط في وفاء متبادل الفترة اللي قضاها في نادي الاتحاد وكانت من أسوأ اللحظات وساهم فيها اللحظة اللي عاش فيها مع نادي الاتحاد مفارقات كثيرة بصراحة تشعر أنه أحد المكاسب الكبيرة لنادي الاتحاد في هذه الفترة أحد المكاسب الكبيرة في الدوري نادرا جدا ما يكون الحارس نجم شباك هذا نجم شباك ليس لنادي الاتحاد بل للدوري السعودي أبو نايف في المباراة في ابتسامتين لقروهي مباراة النصر تحديدا الأولى كانت ابتسامة التحدي يعني هو قاعد يقول الحمد لله لما طلع الكرة كان يعني تشعر أنه كان قاعد يقول له تحداني يعني خلي النصر وخلي الاتحاد وخلي الجمهور أنا ياك نلعب مباراة بعدين في ابتسامة ثانية لما صد ضربة الجزاء هي ابتسامة المنتصر هذه اللقطة كان لها فعل السحر على الاتحاديين وكان لها فعل السحر أيضا على النصراويين يعني هي راحت في اتجاهين
يا جماعة هذه الكرة الواحد لا يمل مشاهدتها، بالله يا شباب عيدوها مرة ثانية لو سمحتم، لا تمل يعني لقطة يعني من لقطات الموسم هذا إذا بتتذكر لقطة قروهي في الدقيقة 3، وحكينا وياك كنا مرة بالتليفون عن 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 هذه اللقطة، أنها كانت لقطة ساحرة وكانت وكانت علامة وإشارة. الحمد لله لما كان بيسدد ضربة الجزاء انك ما انتبه عند حارس واضح انه مو بحي الله يعني. من 3 دقائق هو جاهز لك يعني، في بعض الحراس لا يبغى لك كم كوره بعدين يوصل للليفل هذا اللي يصد زي الكوره هذا اللي فيها رده فعل. انت لك ان تتخيل ان القرار اللي سواه هو اساسا انه بيطلع انها اوفر، لكن فجاه كذا رجع لها يعني. شوف رده الفعل، شوف التوافق العضلي العصبي. الفكره وش هي بوجود الان؟ شوف قروهي قاعد يقوم بأشياء يعني قرارات صحيحة في أغلب. الآن وصل لمرحلة بوجود الإبداع اللي عنده أنه يقوم بقرارات أصلاً غير متوقعة وفيها إبداع. أنا لما أقول ضربة الجزاء أنا أتوقع أنها غير متوقعة وفيها إبداع، وليست ما يتحدث حتى اللاعب ما يتوقعها والمشجع ما بنبط ساعد من الحراس دارس الخصم قبل المباراه هذا بعدين جالس يسوي اشياء غير متوقعه. يعني انت اصلا ما تتوقع الشيء هذا، يعني انت جالس تتفرج مستحيل وقروهي بالبرود هذا يوقف ويمسكها، لانك جالس يسوي قرار مختلف عن كل اللي جالسين. ما راح للشيء الطبيعي انه لو سواها لو طلع ترى راح يسار او راح يمين، والحمد لله حطها جهه يمين ما حد راح يلومه، ولكنه سوى عمليه فيها لمسه ابداعيه. الشيء الاخر لغة الجسد عنده اللي جالس احنا نتكلم عنها اللي خدعت الخصم. ترى هذه في بعضها يسمونها لغة الجسد، انك تخدع الخصم. ترى في بعض اللاعبين لما يجي ينفذ تلاقيه يطالع في زاوية معينة ويحطها في زاوية معينة، تلقاه يميل بجسمه على انه بيشوت في الجهة ذي يحطها. هذه كلها لغة جسد خدعة. هو في لغة جسده اللي سواها قبل ضربة الجزاء بالتأكيد انها ساهمت في خداع حمد الله. الشيء الاخر والمهم جدا، ترى الفريق إذا تبغى تبني فريق، تبغى تحقق بطولة، لازم حارس. حتى لو تجيب مجموعة لاعبي المهارة، وأنا عندي مثال حي. إن كان أحد يتذكر أفضل منتخب لما يفوز بكأس العالم عام 82، منتخب البرازيل اللي جمع جونيور وجمع أوسكار وجمع فولكاو سقراط زيكو. القضية حارس. تجي لنفس البطولة هذه، المنتخب اللي أخذ كأس العالم ترى متأهل بتعادلات مع الكاميرون، ومع الحارس منه دينيزوف هو اللي وصله خلاه ياخذ البطولة. لذلك ما في يعني انت تبغى بطولة لازم عندك حارس جيد، لان في بعض المباريات زي ما قلت انت، في بعض المباريات ابغى انا اتحدى، لا انا اتحدى واتحدى اي شخص، اي فريق خذ بطولة. حتى الهلال لما خذ بطولة آسيا في مواقف تتذكر المعيوب فيها رجع الفريق، اخرتها مباراة السد الاخيره. في مواقف 2014 اللي متصدر اتكلم تتذكر عبد الله العنزي في مواقف كثيره في مباريات كثيره كيف الفريق متعادل مستوى منخفض كله بس ولكن يبقى حارس عندك. براد جونز برضو في لقطات تلاقيه موجود فيها. فلذلك اذا انت ما عندك الحارس اللي هو الفريق تلاقيه فجاه منخفض وهو بارز ويتحمل الضغوطات، لا تحمل انه ما راح تلقى الفريق اللي يتجهز للبطوله. لذلك فعلا الاتحاد اذا هو يبني على قروهي، انت لما تكلمت برضو عن 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 حجازي، انا اقول حجازي قلل من الضغوطات اللي على قروهي. يعني قروهي من اول كان شايل العبء كله، لما جاء حجازي يقلل، لما يجي تجي الاداره ويجي الجهاز الفني ويجيبون لاعبين مجموعه برضو يبدون يقللون. طبيعي جدا انا لما استلم الكوره كلاعب وادري ان ظهري محمي العب بثقة، بس تخيل اني جالس العب وظهري مو محمي، اكيد بلعب وانا مرتبك، انقطعت الكوره مني تلحق ولا ما تلحق، يعني يجيك شيء فوضى تصير في وسط الملعب لانك لا حد يوصل للمرمى عندي. ولكن لما العب وظهري محمي في كل مكان، ترى شجاعتك بعض المرات لما يصير ظهرك محمي في كل مكان في اي وظيفه تعملها فيها تصير قراراتك جريئه لما يصير ظهرك محمي، وتصير تقرر في وقت المناسب وتصير تقرر وانت داخل بقوتك، بس اهم شيء احمي ظهري. اما ظهري هذا اللي يقولون لك وراء ظهر، ايوه هذا الدفاع الاتحاد وراء ظهر. اذا قلنا وراء ظهر وراء جبل خلاص انا اروح قدام وادري، بس انا لما امشي وادري ان الكره اذا انقطعت لمستين وجول لا كذا يعني انهيار نفسي للفريق.
بصراحة، أهجم أهجم وأضغط وأوكي، بس في ركنية في لمسة كذا في مرتدة ألقى نفسي خارج الموضوع في الطريق المنحدرة، هنا المشكلة. لذلك فعلا إذا جيت تبغى بطولة العمود الفقري عندك رأس حربة اللي وراه في المحور سنتر الحارس، والحارس جدا مهم فعلا. قروهي نجم كبير متواضع برضه أكثر من رائع، وأنا أبغى أشيد برضه أكرر اللغة الراقية للرئيس نادي الاتحاد وللحامد البلوي، وأتمنى من جمهور الفريقين يسمعونها كثير، يسمعونها كثير الكلام اللي قاعد يصير هذا، أنه ترى في بعض الأشياء ما لها دخل الإدارات الرسمية، لذلك لا أحد يطلعكم برا الملعب من أجل التكسب فقط. أقول ولا ما أقول ولا أروح للفاصل؟ بعد الفاصل خلها اللي تبيه ماجد يحب الشر. انت القائد، انت القائد. لا خلي بعد الفاصل ماجد يحب الشر. لا لا بلاش نقول، خلينا نروح للفاصل عشان بعد الفاصل نتكلم عن رئيس الطائي. استهدي بالله، فاصل قصير بعد الفاصل. ردود أفعال واسعة بعد استضافة رئيس نادي الطائي في برنامج كورة. النصر يمدد عقد لاعبه سلطان الغنام حتى 2024. استحقاقات الأندية ومعسكرات المنتخب تربك عمل لجنة المسابقات. قروهي اسم يبعث على الإطمئنان وتألق اللافت في صفوف العميد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية ماجد التويجري، عبد السويد، محمد الماس، ضيوف حلقة الليلة. بالأمس كانت عندنا حلقة حقيقة يعني أنا استمتعت بالحوار على الهواء، واستمتعت حتى بردود فعل الناس على الحلقة مع رئيس مجلس إدارة نادي الطائي الأستاذ تركي الضبعان، اللي أبغى أقول يعني حاجة مهمة في هذا الشخص. هو صح شخص لطيف ومحترم و تحبه كذا، على لأنه تشعر أن الرجل مو تشعر هو فعلا يعني تلقائي جدا، بس أنا متأكد أنه رجل حازم جدا وإداري قوي جدا وإداري انضباطي جدا جدا جدا. يعني الناس هتأخذ الموضوع أن الدعوة في نادي الطائي تراها فلة وناس، لا لا لا، هو رجل لطيف ومحترم، لكن في نفس الوقت هو إداري متمكن وصاحب تجربة. اللي ما شاف اللقاء أمس، وأشك أنه أحد ما يشوف كورة، من يقدر ما يشوف كورة يعني، نعرض له شيء من ملخص من لقطات الحلقة أمس. أنا ما أقصد إنه عائق، بس إنه يعني يطرح عليك هذا السؤال. يطرح عليك إنه لا يطرح إنه يطرح شكلك المتدين الجميل يعني. لحنا شوف ما تشبه رؤساء الأندين الثانيين، هم إن شاء الله متدينين يعني. بس إيه لا ما هو ما هو ما هو دليل هذا، هين هذا بعيد عنه. لكن مجتمع حائل يعرفون تركي ولا جانا، هذا ما صار ما سبب مشكلة. لكن عقب ما طلع ممتاز هو اللي طلع، رأت التساؤلات وفتحت الأمور، وزي ما علي عقار ولا علي عقار. فادم صبيح كان مدير منتخب صحيح، أي لاعب مشهور ولا علي عقار قال هل هو يبي يعطي. بعض المحللين إيه تلقاه ما يعرف بالكرة شيء، وجاء يعني هل كون عليه عقال انه خلاص بيصير هو معجم ولا هذا ما هو الشكل الاشكال ما تعطي للمضمون في الدرجه الاولى. في فتره كانت الجميع خلينا نقول يعني تخلى عن نادي الطائي، ما حد تقدم لترشيح نفسه، انت حضرت في اخر لحظه تقدمت للرئاسه، وخلال 10 شهور أعدت النادي للأضواء من الدرجة الأولى للممتاز. بعد كم؟ بعد 16؟ بعد 13 13 سنة يعني الموسم الرابع عشر اللي طلع لك، وأنت من أول موسم صعدت. أعطينا تفاصيل هالموضوع، أنا ودي أعرف وش اللي خلاك تقبل بالرئاسة. هذا المفروض تصير إيجابية المطوع أنه يمسك رئيسا يقرأ عليه إذا كان كل مطوع بيرجع فريقه يبي يصحح فريقه يجيبونه
حتى الآن. كم كانت الديون وقتها يوم جيت؟ ثمانية وشوي. مو مبلغ كبير طيب. لا مبلغ كبير. وين أنت يمكنك مصنف على الأندية الكبيرة هلال النصر الاتحاد. صحيح صحيح. لكن على الطائي كبير جدا وعلى الأندية الدرجة الأولى كبير جدا. قلة الدعم يعني أنت بالدرجة الأولى ولا عندك إنجاز ولا عندك دعاية ولا عندك داعم ولا عندك راعي ولا عندك تصير قوية عليه جدا. لك طقوس أنت من كلامك فهمت إنه لك أسلوب في تحضير اللاعبين صح؟ نعم. وهذا نابع من خبرة. أعطونا في مقطع أكيد أنت شفته انتشر في غرفة الملابس. أعطونا يا شباب. لا توكلنا على الله. توكلنا على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. العلي العظيم. اللهم. اللهم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا. لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن سهلا. وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم سهل أمورنا. اللهم سهل أمورنا. يا رب العالمين. يا رب العالمين. تضحك على التعليقات اللي انت فعلا كذا قبل كل مباراه؟ لا اللاعبين قبل كل مباراه كذا. ما هو انا مش انت اي بس رافقهم قالوا تعال ولا سعد الصالح الحارس هو اللي متولي الموضوع قبل وجيت انا قالوا انت صارت هذه عشان تصير شماعه لكم وللناس عشان يتكلموا ولا عادي يعني. بس جميل وعظيم ما اجمل الدعاء قبل اكيد لا ما اجمل بس انه يحور ويجادل يعني بالعكس وكنا حنا وحنا بالممتاز ايضا نفس الطريقه كانوا يدعون عيال يعني وبعض الفرق ترى تسوي بس انها سلط عليها هذا وصارت واخذت على الرجال ملتحي وش جابه وهذا طريقته وهذا امله وهذا يقول مطوع هذه هي يعني يعني انت وكانك تبي تقول اذا لك لحيه اترك الكوره يا اخي ما يصلح فهذا اللي انا اشوفه من الرسائل اللي تجي يعني ما هو مجالك ما هو صحيح مدربين انجليز شوف مدرب اظنه احد الانديه ملتحي بيقول له اطلع انت هو ما هو نصر هو مسيحي يعني بعد فالموضوع هذا اذا ركب تركيبه خطا ما ادري ما انت من الناس الطبيعي جدا واللي يدخل القلب مباشره وتقدر تتكلم معاه براحتك وتتكلم معاه بكل المواضيع براحتك وانا من مشجعين ومحبي نادي الطائي من بعد ما تعرفت عليك واعتبرني الاكبر مشجع لنادي الطائي طول ما انت رئيس للنادي مشكله عندنا ايش سويتم يعني حقيقه عدم احاطتنا بالعلم انه لازم شاد تبرو مع اتفاقنا السابق مع الكوكي عندما قدم تعاقدنا معه وقال اذا طلعنا ممتاز اكون معكم قلت ابد وعد اعطينا وعد وقعناه معه بعد كذا احنا ما دارين انه شهادته برو ولا ولما خلصنا وانتهينا وخذينا شهاده الكفاءه الماليه كان احد مسؤولين النصر احمد الغامدي تحديدا كلم وقال احنا لنا مبلغ عند الطائي ولا اعطونا اياه مبلغ اي لاعب لاعب لاعبين لاعب محمد الشنقيطي وخالد الغنا خالد غويني محمد مران متأخر لا ما له علاقة بأي لاعب سابق أي هذه حقوق سابقة يعني هذا ما سبب بينكم بين إدارة النصر أي حساسيات والله ما أول شيء الكيان ما ينبغي أن يعاقب على أخطاء الأفراد أنا هذا اللي أدين الله النصر يكفي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد حقيقي واقف معنا وبيض الله وجهه ويوم جاء بالأخير انتقال مران ساعدنا بالموضوع وعطاني اياه بدون مقابل اعاره بدون مقابل يتراوح كم الدعم عشان كفاتوره الطاقه يتراوح يمكن الى 10 ملايين هذه غطينا ويزود يعني زين بالحين بالدعم هذا اكيد بنرتاح كثير باذن الله يحل مصاعب كثيره اي جدا صح خلينا خلينا ننام مرتاحين فرق في المصاريف كبير بين الدرجة الأولى وال جدا جدا وشوي يعني ولا الفرق فرق يعني ما وبعدين مشكلة الحين الوكلاء إيش فيهم؟ الوكيل يا 10% ياخذ من العقد يعني وهذه كل الأندية تعاني منها تعاني منها شغلة هذا شغلة إيش سوي؟ لا بس بالنسبة أنا أعتبره مرتفع أعظم
ما له دور يعني الدرج يعني تقضي من دونه يجي الوكيل معه شايلين شنطته وداخل عليك وتعال عطنا والله وملزم انت بهالطريقه هذه مع دعم الوزاره تحتاج انت بس 10 مليون اي نعم تضمن البقاء وتضمن البقاء وتغطي الامور كلها وهالحين باذن الله بضمن البقاء باذن الله بدون باذن الله والله بمشيئه الله ترى انا الوكيل الحين لاني انا اللي طلبت ابد بقابلكم ان شاء الله بهالمكان يا رب وقت قادم وحنا باذن الله اقوى واشد مما باذن الله باذن الله هذا الطموح ان شاء بإذن الله باذن الله كنادي يعني انا اشجعهم واشجعوا هذا شيء ثاني لكن يهم المجتمع الحائلي يهموننا قارب الجبلوي يهموننا انهم ودي كل حائل تفرح الدعم ترى يتوقف على على قلب النافض القلب النافض الطائي المهندس سعود الصقيف هو ألف نعم اي والله ما شاء الله الرجل هذا ما له في حقه ابد ابغى اسال سؤال ابو عبد المحسن اللاعبين اللي انت كنت تديرهم هم في الدرجه الاولى تغيروا شوي بعد ما راحوا المحترفين يعني حس في تصرفاتهم في اشكالهم جل في الشعر قصات نتكلم بصراحه مع الكاميرات ومع ذا الاشياء تحس انهم تغيروا عليك شوي لا والله ما تغير ولا هم ما تغير شيء اللاعبين اللي بقوا عندنا من الدرجه الاولى ما تغير الجايين الجدد الاعارات يعني اللي جايين ما ادري وش وضعهم عندنا ناديهم هذا ترنا انا ما انا متابع دول محترفين يمكننا بالاولى اما انا الطائي أنا أذكر مباراة الهلال الأولى لما بدع الحارس كان نجم مباراة اتصل علي حد المسؤول يقول حارسكم رائع كم جبتوا قلت جبنا وكذا مبلغ قال بس المبلغ هذا قلت لي وحنا تثير عليه الإعلام ترى يتحمل جزء كبير خاصة بعض الإعلاميين اللي هو يتكلم كأنه لابس قميص فريقه بالمدرجات الله هذا من اخطر الامور والله صحيح والله يعني حتى لو كان يعني اذكر بعض الاعلاميين لو صار متزن حتى يحبب فريقه لما ينتقد مثلا انا اعلامي هلالي او اعلامي نصراوي انتقد الهلال انتقد اللعب مع الثناء على الايجابيات شرفنا اليوم وسعدنا بوجودك انا اعتقد بوجود كرمني اليوم جلسني امامك الله يكرمك ويزيدك شرف يا حبيبي انا اللي والله تشرفت بكم ومن أسباب إجابتي للدعوة أسلوب أبو جود المميز طرحه الراقي والله إيه والله لنا حقيقة الإعلام يثقل علي إنه على ما قال إيه ما في إيه لكن عاد وجودكم أنتم وجود أبو جود بهالبرنامج شكرا لك معطيه صبغة غير شكرا لك إيه يعني لأنه أبو جود يأخذ الضيف ويشيله ما يسقطوا على راسي والله بعض المذيعين يبي 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 يصير نجم على حسابه لولا هذا الاسلاك اجي اقبل راسك والله على حضورك الجميل على نصائحك وحسستنا في وسط رياضي جميل شلت الاحباط اللي بداخلي والله يا حبيبي الله يكرمك شكرا لك ان شاء الله نحتفل بالطاقه شكرا لك ابو عبد المحسن شكرا فاصل قصير بعده ونعود أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية ماجد وجري عبد السويد محمد الماسلي في حلقة الليلة ايش تبي تقول عن اللقاء؟ تسمح لي أسوي اللي أبي قل لي بس أقول لك أنا ما أقول لا دخلت الاستوديو مع ماجد أحس ودي ألبس خود أخ ليه 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 أخاف أنا وش بسوي يعني؟ ما أدري والله يا ماجد عادي أول حركة أوكي يا بعد حي وشنوحك والله ما أبالغ ما أبالغ ماني بمرجع العقالي لين أخلص الحكي عنه زين والله ما أبالغ أوكي إنه تمنيت كورة بس أمس شوف هذا الموسم الثالث معكم أمس بس تمنيت كورة وقته 3 ساعات أنا بالنسبة لي أحس أني ما أتحمل 3 ساعات بس أمس تمنيت رغم أنه سحب علي وعدني وسحب علي بس شوف للأمانة زي ما قلت أنت رجل يدخل القلب صحيح رجل واضح رجل صريح رجل ما رمى بالفشل سواء في موضوع الكفاءة ولا على وزارة ولا على كذا رجل يعني جاي يقول لك
هذا أنا وهذه مسؤوليتي وهذا نادي وعاشق من الدرجة الأولى. بالمناسبة يمكن أقول لكم كلام يمكن لا أنت ولا عبد العزيز ولا أبو عبد الله تعرفونه، هل تعلمون أنه طبعا لاعب نص شرس، هو شرس شرس لاعب قوي، هل تعلمون أنه اللاعب الوحيد اللي في تاريخ الدوري السعودي كله لبس طويل ولا ما تدرون؟ لا ما أعرف. كان يلبس تعرف اللي زي الستريتش ذا ويحطه تحت الشراب، هو اللاعب الوحيد اللي يلبسه في تاريخ الكرة السعودية كلها. أي نعم مثلا محيس الجمعان وصالح المطلق جاء فترة يلبسون المشدات اللي تحت الشورت. لا حز عاد طولت، خل أرجع العقار وبعدين نكمل. أي نعم كانوا يسوونها، لكن هو اللاعب الوحيد اللي كله الستريتش ذا تحت الشراب. وأبو أبو عبد المحسن صح؟ صحيح. أبو عبد المحسن اللاعب السعودي الوحيد في تاريخ الدوري السعودي كله إجمالا. حايل بعد حي، أوكي، تنحب في كل شيء، تنحب إنها قدمت لنا جواهر في كرة القدم السعودية اسمهم أبناء الدعيع، وتحديدا محمد في تاريخ ومسيرة كبيرة عالية جدا. تنحب في أهلها، تنحب في الشبات حقتهم، في روحات البر، في جوها، في كل شيء. أنا أقول بصراحة إنه كورة أمس، وأنا ترى على فكرة بطبعي لا أجامل أبدا أبدا أبدا، لكن كورة أمس يقدم من جديد لنا مدرسة إعلامية إنه يا أخي ترى صرخ ولا زمانه، الإثارة الممجوجة ولا زمانه. أنا أنت أول مرة تقابل الرجل ومع هذا قال إن تركي العجمة ما يبي يصعد على أكتاف ضيفه، بالعكس يجيب ضيفه ويشيله، وهذه سمعتها من ناس كثير، ولا أجاملك ولا على أساس أنها على، وهذه سمعتها من ناس كثير. لذلك مدرسة كورة الإعلامية المرئية تقدم لنا نموذج حقيقي للإعلام اللي المفروض يتعلم. يا أخي أنا مسؤولين كبار يقولون لي برنامجكم برنامج متزن، برنامجكم اللي بياخذ روشتة يستفيد منها رؤساء الأندية لاعبين وتابع كورة، أنتم كزملاء سويد المصبيح عيد طارق كيال عشان إن شاء الله ما ننسى أحد، الماس، كل الزملاء الصدعان، ما عندنا عملية أنه خلاف أبا اختلف أبا صارخ أبا، حتى لو نختلف في وجهات النظر اختلاف في وجهات النظر في إطار برنامج كورة. لذلك أمس قدمت لنا حلقة أنا وأسامة الحلافي، على تعرف اللي يقول مش حتغمض عينيك، والله مش حتغمض عينيك، ما ودنا يخلص البرنامج ولا وضاق صدري لما صارت واحدة إلا ثلث ودعته، قلت لأسامة توقع رحلته ثنتين عشان كذا ودعه، ولا كان ودنا يجلس كل الحلقة. إجمالا أهنيك، أهني الشباب في الإعداد على هذه الحلقة. وإذا فيه سريعا سريعا ممكن أقول شيء عن قروهي سريعا، بس بالنسبة لي أنا قروهي حارس عظيم، لكن تحديدا في ضربة الجزاء أنا ما أعتبره بطل، أعتبره رعونة ولا مسؤولية ومن حمد الله نفسه بصراحة. يعني لم تنفذ، يعني ما هي ضرب ركلة الجزاء اللي تحس انه قروهي قراها بشكل غير طبيعي، انا احس انها لا مسؤوليه من حمد الله، اوكي. اما بالنسبه له انا بقول لك حاجه بوجود جميع الحراس وفي السعوديه تحديدا، ترى بعد دخولهم 32 33 يبدا يحسسك بالنضج، وقص عليها. انا اتذكر التحديات اللي بين سامي الجابر و لما كان الدعيع في الطائي ويا مصد لو ترى تجي قبل المباريات، وقد قال لي الدعيع مباراة في الملز قال لي اليوم متحدي ترى سامي ضيع ضربتين جزاء، وقس عليها حراس كثير، تيسير انتيف حسن خليفة مدري مين والفركان نفسه كلهم بعد الثلاثين يظهرون. أنا أعتذر فقط، وأبو عبد الله قالها، أنا أعتذر فقط لأي ناظر لأني من الناس اللي قلت هذا كذب علينا كذبة، وهذا جاب حارس معطوب ومكسور اليد وقاعد يضحك علينا، أوكي، وعلى حساب سمعة الاتحاد وتاريخ الاتحاد طلع هل هذا يعني الحارس الأول في السعودية. فشكرا للنظر الثاقبة منه، على معليش سامحني لأني ذا الكلام حاطة هنا ما بغيت أطلع من الاستوديو ضيق صدري، لازم تقول لي في خاطر. طبعا محمد الشبه تقول عن أبو عبد المحسن بشكل سريع قبل ما أروح الفاصل.
والله شخصية جميلة جدا، لقاء أنا استمتعت فيه أمس على الهواء مع ابتسامة عريضة من أول ما بدأت حتى خلصت، واليوم وأنا في الإعادة نفس الشيء، شخصية تدخل القلب، شخصية رائعة، الحائلي الأصيل اللي قدم لنا شخصيته الجميلة وخبرته الرياضية. روتانا كشفت لنا طبعا كثير من المعلومات عن كونه لاعب سابق، عن ارتباطه بالمنطقة، ارتباطه بالتحدي الكبير اللي صعد فيه الطائي الآن، ولا زال ثقته الجميلة في نفسه، هو يقول لنا انه حتشوف الطائي قدام خصوصا نقطة حتى الآن، لكن طريقته في الحديث عن المستقبل، طريقته في ثقته في نفسه، الحديث عن الضغوطات اللي موجودة والمستقبل، تعطينا أمل كبير جدا في مستقبل الطائي. أعتقد كان عندنا أسباب كثيرة أننا نتعاطف مع الطائي نظرا لتاريخه، لنجومه الكبار، لما نعرفه عن الطائي وشفناه على أرضية الملعب ما قبل دوري المحترفين. الآن عندنا سبب أنه أبو عبد المحسن خلانا كلنا من مشجعي ومحبي الطائي و محبي هذه الشخصية الجميلة، وبإذن الله إنها تقدم لنا في الدوري في قادم الأيام ما يجمل ويكمل المشوار اللي بدأه أبو عبد المحسن. فاصل قصير بعد هنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية ماجد توجه عربية السويد ومحمد الماس ضيوف حلقة الليلة. صدرت قرارات، بس طبعا أمس ما كنا نقدر، الحلقة مزدحمة ما تكلمنا عنها، قرارات نادي الانضباط أو قرارات لجنة الانضباط ضد نادي النصر، وفيها عقوبة مالية 150,000، وبعدين في رابعا تعليق العقوبة الواردة في الفقرة الثالثة اللي هي إلزام نادي النصر بلعب مباراته المقبلة على أرضه دون حضور الجمهور، خامسا يلغى تعليق العقوبة الوارد في البند رابعا في حال ارتكاب جمهور النصر لأي سوء سلوك مخالف للمادة 52 من لائحة الانضباط والأخلاق، وتصبح العقوبة نافذة بشكل تلقائي في أول مباراة لنادي النصر على أرضه، بعدين قرار قابل للاستئناف. ايش تبغى تقول أبو نايف؟ يعني كان ناقص النادي يعني فوق الهم هم يعني. صح، بس طبعا شوف في بعض المواضيع أنا ما ودي أتركها اللي هو بعد المحسن إذا سمحت لي، بس أنا بس العنوان طبعا العنوان طبعا العنوان يا وجود اللي صار أمس، يعني فعلا أنا حط في بالي المثل اللي يقول أو الحكمة تقول ليس هناك سؤال، يعني خلينا نقول سؤال مستفز، ولكن هناك إجابات ذكية. أنتم مهما سألتوا كان ذكي جدا في إجاباته، أخفى ما يريد وسمع الجمهور كله اللي يحبونه. الرجل هذا أنا أعتبره من أذكى الناس اللي طلعوا، لأن فيها خلينا نقول سياسة الاحتواء. أنت بالوضع اللي صاير للطائب، بمشاكل التحكيم، بمشاكل مع الوزارة الكفاءة المالية، بمشاكل مع اللجنة الفنية، يفترض أنه يطلع الآن وإذا خرج يقولون أنت البطل، أنت اللي انتصرت، ولكنه فكر مصلحة عامة. لذلك زي ما يقولون حط لزقات جروح على كل اللي قاعد يصير وأخفى كل شيء. الرجل هذا أنا أقول خريج غرفة ملابس، فهو قاعد يعرف ان اللاعب جالس، احنا ما تكلمنا عن اللي يحمي الظهر، هو جالس يحمي لاعبينه. تعرف انت لو اللي قدام الناس يطبطب على الولد اذا دخلوا للبيت اعطاه الساخن، فهو زي كذا يقول انا بطلع صورتك كويسه كلاعب وكشخص، ولكن ترى فيه حسابات ثانيه لما اصير انا الحال جدا. فلذلك والدروس اللي اعطاها لا اعلاميا اعطاها، ولا لما قال كلمه اخطاء الاشخاص لا تعلق للكيانات اللي قاعدة تصير هذه برضو، يعني وذكي جالس يمرر الرسائل في وقت قريب. فلذلك يعني احنا محظوظين بالشخص هذا العفوي اللي اخرج لنا عفويته. برضو الصورة اللي طلعها، يعني انا حتى اللي في غرفة ملابس جالس يقرأ الأوراد، يعني انا كل صبح اقرأها الاشياء اللي قاعد يقولها، نموذج رائع جدا في اللي قاعد يسويه. صحيح. بالنسبة للقرارات هذه احنا تكلمنا فيها بوجود بالنسبه للجمهور، انا بس بسال يعني وبخلي كل مشجع منفعل دائما او انه يعشق فريقه، هل اللي حصل هذا اللي سويته داعم لفريقك او ضد فريقك؟ للاسف الان انا حتى بعد موجود في ناس جالسه تسال تقول طيب يا لجنه الانضباط لو دخل احد وجلس يرمي مندس، يعني
يمندس. طب انت من اول انت من اول انا طبعا اجيبها كرمزيه، انت كمشجع من اول جالس ترمي، ما احتجت الى احد يدخل جوا عشان يرمي. طب هل اللي رموا هذولي ضد فريقك ولا مع فريقك؟ صحيح. فلذلك في بعض الاشياء المنطقيه اللي انا ادري ان في انفعالات، ولكن انا كلاعب في الفريق انا وش استفدت منك وانت جالس تسوي الاشياء هذه؟ انا ما استفدت اي شيء، انت بالعكس انت قاعد في الشغل لك لنفسك انت. طيب هذا واحد. انا بسال المشجع برضه في اي فريق انت ما تنبسط لما حمد الله يسوي الحركه تبعه ولا يطقطق ولا الاشياء هذه؟ طب انت كيف ترضاها هو يسويها على مشجعين الاخرين وانت ترفضها لو جاء حد سواها عليك؟ انت برضه كمشجع هلالي انت ما تنبسط اذا جاء مشجعك وصار يسوي الحركات قدام الفريق الاخر، ولا يسوي الحركات على مدوزر يطيح مش عارف ايش، ولا مثلا حركه فهد المولد لما يسويها قدام مدرج النصر الحركه اللي سواها، تيجي برضو المشجع الاتحادي لو سوى حمد الله الحركه بدا يرمي عليها يرفضها، ولا وتجد الاعلامي برضو يرفض الحركه اللي سواها قدام مشجع، ولكن اذا صارت على فريقه يقول ليش الملاعب هو اللي يستفز المدرج، واذا صارت على مدرج فريقه يقول ليش مش عارف ايش المدرج ليش يرمي لاعبي. فلذلك مجموعه تناقضات. الان المشجع الواعي لازم يفهم الشيء هذا، في ناس جالسه تسحبه. طب انت انا اعرف ان هذا الشخص يبغى يوصلني للمرحله هذه، ليش انا اساعده عشان يوصلني للمرحله هذه؟ وفي بعض الناس برضو قاعده تسخن المدرجات، لأن هذه معارك الصغيرة. عشان أضرب لك مثال، لما خرج أنا متأكد الحديث اللي قاله أنمار واللي قاله حامد البلوي نفسه بيقوله ساد مسلي، وبيقوله حسين عبد الغني، بيقوله مسؤول في العلاقات بين الأندية. طيب من اللي سوى في الأشياء هذه؟ والله عبد العزيز وماجد متخاصمين، عرفت، وأنا أوريك وأنا أقود مدرج وأنت تقوم مدرج، والضحية المشجع هذا. لا أنا عندي مخ ما قاعد يديرني فلان وعلان يقعد على حسابي انا يخليني وراه وقاعد يسيرني، لا انا عندي مصلحه. الان انت الحين جت جمهور الاتحاد جاء برضه عقوبه، وجمهور الاتحاد قد اكلها من فتره حتى في اسيا ما ساعد فريقه. طب من اللي قاعد يشعل الامور هذه؟ مجموعه للاسف. لا وهم وفي النهايه يخلونك تقع في الحماقات ثم يجون ينتقدونك. يجي يطلع بثوب الناصح الامين ولماذا تفعلونها، وانت اللي جالس تحط الحطب، انت اللي جالس تشعل المواضيع هذه. انت ما يعني ممكن المشجع ما تستغرب منه، بس تستغرب من الاعلامي. المفروض انك كل ما كبر في العمر يثقل زياده، بعضهم كل ما كبر ينهبل، يعني الوهج هذا يلعب فيه، الضوء هذا يلعب فيه لعب ما يقدر يتراجع. أنا أتمنى فعلا جمهور الاتحاد، جمهور النصر، جماهير الأندية كلها تفكر في مصلحة ناديها. أنت الحين بعد بكرة ولا اللي بعده تبي تتكلم تقول والله هذا الإدارة ضيعتنا بالـ بالـ بالأموال. طب أنت الحين قاعد تساهم في استنزاف أموال النادي. طب أنت مباراة الباطن اللي جاي أنت إيش دورك كمشجع؟ هل دورك تقعد تنتقم من شخص ما تحبه في وسط النادي؟ ليش لا؟ أنت دورك تجي تشجع وتدعم نفس الاتحادي، نفس النصراوي، نفس الهلالي، نفس الأهلي. هذه الوظيفة، هذا دورك. لو كل واحد يقوم بدوره ان كان استوت الامور، ولكن الناس تتدخل وتبدا انت يعني زي ما يقولون تقوم بادوار مهيب لك، هنا لا 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 يستوي الامر. لذلك اتمنى بس من الجماهير الرياضيه، احنا عارفين الحين في وسط اللي جالس في وسائل التواصل الاجتماعي، المشجع في السابق يا وجود احنا عشناها وانت عشتها، صوته ما يتعدى جدران اول اذا طلعنا من مدى، لا المشجع ينسمع صوته ويسمع صوته. وفي بعض المشجعين انا اتمنى الحزب خلينا نقول الصامت لا يطلع له صوت في الضوضاء اللي قاعده تصير هذه، ويوقف ضد الناس اللي تسبب الشحناء حتى من المشجعين، ثم بعد معليش مع احترامي لهم انا اقدرهم كاشخاص، ثم بعد ثلاث مرات يذب لك كم نكته ولا يستفز احد، ثم يقول يا جماعه الربع تكفون ساعدوني انا عندي اعلام. والله ما ادري يساعدون، وانا متاكد بعض اللي يسوون الاعلانات معليش مع احترامي لهم اصدقاء من تحت لتحت، والامثله حبله حتى بين المشاهير تلقاهم يتجمعون في استراحه واحده وجروبات. لذلك انا كمحب لفريقي وكعاشق واقول اني انا احترق، والله يكلمني اكثر من واحد ما ينام
وهذول فعلا اللي ينتمون، اتمنى هم اللي يتصدرون المشهد ويقودون العقل الواعي، صح، او يقودون الثقافه الرياضيه اللي احنا نتمناها. واسف جدا لو احد اخطات عليه حتى في الكلام اللي قاعد، لان والله قاعد اتكلم من انفعال، ان شاء الله انه يصير خفيف على القلب على بعض المشجعين. لا والله في اعلاميين ترى والله يعني والله يبغانا نكشف عليهم، يعني جد في اعلاميين والله يبغى والله يبغى لهم مهابيل يعني. كيف؟ مهابيل نهبلوا؟ ايه لا جد في اعلاميين والله العظيم بنص عقل يعني للامانه، ويعني فعلا شوف في واحد قبل امس من اللي وما نبقى له نصراوي ولا اتحادي، بس من الناس اللي لها اسبوعين وهو كل ما شاف الامور هديت بين المدرجين ولعها حط حطب شعللها، طالع قبل امس يا اخوان نحن كره قدم، تعرف صوره اللمبي في المحكمه، ويعني ودك تقول كذا انت يا الحبيب قاعد شال الدنيا. ليش لانه في شيء اسمه ريتويت. الريتويت ذا لحس عقول العالم، يعني انت سوي ريتويت باي شيء. يعني انا مثلا خلينا نطلع فاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، وصلنا للختام. ماجد شكرا جزيلا لك. شكرا بوجود، شكرا بنايب، شكرا جزيلا لك. محمد الماس شكرا جزيلا لك. نودعكم بأخبار شوت، في أمان الله. اختبر البرازيلي شاموسكا مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم خطته لمواجهة الهلال ضمن جولة هيلنا دار السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر مناورة نظمها في التدريبات على كامل مساحة الملعب. ومن خلالها وقف شاموسكا مدرب الفريق على جاهزية عناصر التشكيل الأساسي المرشح لبدء المباراة المقررة الخميس على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض. أعلنت إدارة نادي النصر اليوم الثلاثاء عن تمديد عقد سلطان الغنام لاعب الفريق الأول لكرة القدم حتى 2024 دون الكشف عن تفاصيل العقد المالية. وساهم تألق الغنام مع فريقه في انضمامه إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشارك في 13 مباراة دولية كان آخرها أمام منتخب عمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022. قررت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم خلال اجتماعها غير العادي الذي عقد أمس عن بعد برئاسة الشيخ حمد بن خليفة الثاني، قررت تأجيل بطولة كأس الخليج العربي 25 لكرة القدم إلى يناير 2023 بسبب ارتباط عدد من المنتخبات الخليجية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الاثنين أنه سيعقد اجتماعا مع الاتحادات الوطنية الأعضاء للمناقشة بشأن الفكرة المثيرة للجدل الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين. وأوضح الفيفا أن الاجتماع مع الاتحادات سيعقد عبر الإنترنت في 30 من سبتمبر الجاري خلال فترة إقامة المباريات الدولية. عززت نسخة عام 2022 من بطولة السعودية الدولية للغولف المقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية من قيمتها التنافسية الدولية بإبرام شراكة تاريخية مع الجولة الآسيوية للغولف تستمر لمدة 10 أعوام قادمة، تشهد فيها البطولة العالمية زيادة في مجموع جوائزها لتصبح 5 ملايين دولار أمريكي. أكمل ذوي الإعاقة المشاركون في برنامج فخر معسكرهم التدريبي في 4 مجالات رياضية لتبدأ مرحلة جديدة بانضمامهم إلى الأندية الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة. ويركز برنامج فخر على تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع الرياضي المحلي والدولي تحقيقاً لمبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. حققت السعودية كندا خالد المعاوي 11 عاماً وشقيقها أحمد 8 أعوام حققا بطولة اتحاد التايكواندو بولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية لموسم 2021،
وجاء إنجاز كيندا بعد فوزها بميداليتين ذهبيتين لفئتها السنية من 10 إلى 13 عام، فيما حقق أحمد ميداليتين ذهبيتين لفئته السنية من 7 إلى 9 أعوام، وباتت كيندا وشقيقها أحمد رسمياً أبطالاً للعبة التايكواندو بولاية إلينوي لموسم 2021.